مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. النهارده الحقيقه بتجتمع داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره الرموز الرياضيه، الرموز الاعلاميه، يمكن كمان معالي الوزير اشرف صبحي، معالي المستشار احمد الزند. هي حاجه رائعه جدا وتجمع هايل جدا، وكمان يمكن بيسعدنا بينضم لنا في هذه اللحظات الاعلامي الكبير الاستاذ وائل ابراشي. برحب بيك في البدايه، منور النادي الاهلي، تجمع رائع وشخصيات متميزه، وعلى ما اعتقد التجمع ده بينعكس علينا بشكل كبير جدا يا استاذ وائل. طبعا هو انا بعتبر الاهلي ليس بيتا للاهلاويه فقط، لا، الاهلي بيت لكل المصريين. واذا كان شهر رمضان هو شهر العائله اللي بتتجمع فيه العائله، لكن كمان الاهلي في وجدان كل مصري هو عائله ايضا، بانتصاراتي وباسمي الكبير وبالفرحه التي يرسمها دائما على وجوه العائلات والبيوت. اسم الاهلي دايما يدغدغ عواطفنا ويهز مشاعرنا، ولما بيكون كمان في شهر رمضان وفي الافطار وبهذا التجمع، فالحقيقه بتشعر بدفء لم نشعر به من زمان. وهذا التجمع بكل الاطياف، هتلاقي فيه كل الاطياف المختلفه، ده دليل على ان الاهلي دايما هو عنصر تجميع، لا يمكن ابدا انه يكون عنصر تفريق او تشتيت، لا، الاهلي دائما بيكون مجمعا موحدا لكل المصريين ولكل العائلات. عشان كده انا سعيد جدا ان يكون هذا الافطار دايما مناسبه سنويه لتجميع الجميع دايما، ويظل الاهلي بيتا وعائله لكل المصريين ان شاء الله. استاذ وائل ابراشي لاعضاء النادي الاهلي، الجمهور النادي الاهلي اللي من ساهم كمان النهارده في التجمع الهائل والرائع ده، استاذ وائل ابراشي وبحجم الاستاذ وائل ابراشي تحب تقول لهم؟ والله اللي عايز اقوله لاعضاء النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي، التفوا حول النادي الاهلي، لان الولاء للفانيلا الحمراء والولاء للنادي الاهلي هو ولاء للقيم وللمبادئ وللانتصارات، وهو ايضا جزء من الولاء لمصر. النادي الاهلي بيت للوطنيه، وبالتالي دايما على كل جماهير النادي الاهلي وكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي انهم دايما يلتفوا حول النادي في الازمات قبل الانتصارات، في المشاكل قبل الفوز، دايما يكون الاعضاء مع النادي الاهلي قلبا وقالبا، والحماسه عندهم لا تفطر ابدا، لان الاهلي سيظل قلعه للانتصارات ولرسم الابتسامه. مطلوب دايما، اللي بيقوي النادي الاهلي هو حماس اعضائه وحماس جماهيري، هو ده الانتصار الاعظم والانتصار الاكبر.